طيب احنا معانا الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، برحب بيك يا دكتور عمرو، اهلا بيك في 90 دقيقة. اهلا بحضرتك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. عايز اعرف الزيادة دي على المستوى العالمي تعتبر ضخمة؟ جدا، وخلينا نقول جدا. طبعا، ونبدأ بلغة الأرقام. اه نقول يوم 5 يوليو 2021 عدد سكان مصر كنا 102 مليون، احنا النهارده 13 ديسمبر بقينا 102 مليون و750 الف. اه معنى كده ان احنا في اخر 5 شهور زدنا 750 الف نسمه. ولو افتكرنا مع بعض تصريح السيد الرئيس قبل كده لما قال ان المواطن في الشارع عشان يحس ثمار التنميه الاقتصاديه، احنا لازم معدل الزياده السكانيه في السنه يبقى 400 الف. يعني الرئيس بيتكلم على ان احنا نزيد في السنه 400 الف، وانا بحكي لحضرتك ان احنا في اخر 5 شهور زايدين 5 شهور بس 750 ألف. فبالتالي نقول الفرق. دايما نقول مشكلتنا مش في قصه عدد سكاننا كام، هي المشكله في حاجه اسمها معدل النمو السكاني. معدل النمو السكاني في مصر حوالي 4 أضعاف الدول المتقدمه. عشان كده لما حد يقول لحضرتك ما تشوفي الدول المتقدمه، اقول لحضرتك لا، انا معدل النمو السكاني في مصر 4 أضعاف الدول المتقدمه. وحاجه ثانيه كمان، هي لازم يبقى في علاقه ما بين حاجتين، معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني. مصر الحمد لله في اخر كام سنه بتقدر تحقق طفرات في معدل النمو الاقتصادي، ده طبعا مظبوط، اثرت بس اثرت على العالم كله. بس اللي احنا لسه مش قادرين نتحكم فيه ومحتاجين ننزل فيه اكتر هو الزيادة معدل النمو السكانية. الاقتصادي. يبقى عشان المواطن يحس باللي الدوله بتقوم بيه، لازم معدل النمو الاقتصادي يعلى زي ما بيعلى، بس لازم معدل النمو السكاني ينزل اكتر من كده عشان المواطن يحس بثمار التنميه الاقتصاديه. ويمكن دايما اقول لحضرتك جمله كان قالها الدكتور جمال حمدان في كتابه الشهير شخصيه مصر، كان قايل عنوان اسمه فتش عن السكان. كان الدكتور جمال حمدان شايف ان اي مشكله انت فتش بتشوفيها على السكان. فتش عن السكان، اي مشكله عندك في مصر عاوزه تعرفي سببها ايه، هي سببها الزياده السكانيه. يعني لما حضرتك تقولي هو ليه عندنا عشوائيات، اقول لحضرتك عشان الزياده السكانيه كانت اكتر من قدره الدوله على التخطيط والبنى. طب تقولي لي هي ليه جوده التعليم متاثره، اقول لحضرتك عشان الزياده السكانيه بتؤدي الى زياده الكثافه في الفصول. ليه انا عندي زحام، هي بسبب الزياده السكانيه. من جوده تعليم لاسكان لنصيب الفرد من الميه لنصيب بس الفرد من انا عايز اعرف معلش يعني يا دكتور عمرو، يعني ايه القفزه دي؟ ايه الزياده دي؟ ليه المصريين بيزيدوا بالارقام الضخمه دي؟ يعني هل دي حاجه طبيعيه؟ نقول ان احنا في حرب وعي، فانا محتاج اخش جوه الدماغ المصريه نحل المفاهيم الموروثه الخاطئه. يعني قد يكون جوه الدماغ المصريه لغايه دلوقتي ان العيال عزوه، فانا محتاج خطاب ديني معاصر يشرح للناس ان طفلين متربيين كويس متعلمين كويس افيد لبلدهم ودينهم ولعيتهم. الو دكتور عمرو، حضرتك كويس جدا دكتور عمرو معايا؟ انا سامع حضرتك كويس، انا سامع حضرتك كويس. طيب احنا يعني هل الحملات التوعية اللي بتحصل هل يعني نقول ايه مش كافية؟ ايه اللي ممكن نعمله علشان نقنع الناس يعني انها ما تزيدش في العدد ده، لان ده هيأثر عليهم هم قبل بقية الناس اللي ملتزمة، يعني هيأثر على اللي مش ملتزم اكتر كمان من اللي ملتزم. هي دي حقيقة، بس خلينا نقول ان احنا مشكلتنا دايما ان القضية دي عندنا موسمية، بنفتكرها دايما لما نوصل ل 102 مليون او لما السيد الرئيس يتكلم. محتاجين دايما طول الوقت نكلم الناس عن خطوره الزياده السكانيه. فيمكن حضرتك بتقولي حملات التوعيه فيها مشكله، هي مشكلتنا ان ساعات الحملات بتبقى موجوده وفي اوقات ثانيه ما تبقاش موجوده، فمحتاجين ان احنا نشتغل طول بالظبط. الوقت. عايزه اقف بقى عند محتاجين، عايزه حضرتك تقول لي يعني ونعلن هنا من احنا منبر اعلامي نقول مبادره ونعمل ايه ونساعد ازاي، عايزين نحل ازمه الزياده السكانيه. الاعلام احد الاسلحه المهمه جدا، يعني انا دايما بقول ان هي حرب. في الحرب انت لازم تستخدمي كل الاسلحه اللي عندك. احد اهم الاسلحه هو الاعلام، ان الاعلام طول الوقت يبقى فاكر القضيه ويفكر الستات ويفكر الناس والرجاله ان ازاي القضيه دي هتاثر عليك انت وعيالك واحفادك. ما هو الطفل اللي انت هتجيبه دلوقتي مع الزياده السكانيه دي لما يكبر مش هتعرف تلاقي له وظيفه عمل. محتاجين برضو الاعلام يناقش حاجه ضروريه جدا، وكويس ان حضرتك فتحت الملف ده، ان انا اشرح للست واطمنها ازاي ان وسائل منع الحمل اللي موجوده في مصر امنه وفعاله. حضرتك عندك ثقافه الخرافات والاشاعات في مصر جامده جدا. انا قد يكون الست تيجي تاخد اقراص منع الحمل، جارتها تقول لها ده انا سمعت انه بيجيب سرطان، ده انا سمعت انه بيجيب مش عارف سكر، ده انا سمعت. ومنين هذه المفاهيم الخاطئه يعني؟ مع نسبه اميه عاليه، حضرتك اقدر اقول لحضرتك
عندنا بعض المحافظات في صعيد مصر نسبة الأمية بين البنات والستات تتجاوز ال 40%. 40% ده رقم عالي جدا. لما بيبقى عندنا أمية ما بيبقاش في وعي، ده بيبقى بيئة خصبة جدا. بس يا فندم أنا قدامي باين من الأرقام إنه محافظة القاهرة والجيزة دول من أكبر المحافظات إن فيهم أرقام عالية برضو جدا، لا ودي حضرتك هنا حاجة بقى، محزنة جدا. لا ما أنا هوضح لحضرتك، في فرق بين عدد المواليد والمعدل. يعني إيه؟ محافظة زي القاهرة هي أكثر محافظة في عدد سكان، هي أكثر من 10 مليون، فبالتالي لما هيخلفوا عدد مواليد كتير. بس في محافظة ممكن تبقى أقل منها في السكان، بس هي معدل المواليد فيها أعلى، زي محافظات الصعيد، يعني أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا، كعدد هم أقل من محافظة القاهرة بكتير، بس كمعدل هم بيجيبوا أعلى. يعني عاوزين نحرك إيه؟ بالعقل كده، محافظة لما عددها كتير هتخلف مواليد كتير، بس اللي بيحصل عندنا في مصر إن محافظة عددها مش كتير بس هم المعدل الزيادة عندهم عالي جدا، ودي بتبقى في محافظات صعيد مصر. دايما احنا بالجملة بنقول ايه؟ المحافظات الأكثر فقرا هم الأكثر تسربا من التعليم، هم الأكثر أمية، هم الأكثر إنجابا، يعني دايما في ربط ما بينهم. فالقاهرة والجيزة ما فيهاش مشكلة، هي المشكلة عندي المحافظات الأكثر إنجابا، هي المحافظات الأكثر فقرا، هي المحافظات الأكثر أمية. فدايما نقول قضية متشابكة محتاجة تحلي كل المشاكل. قد يكون احد المشاكل التسرب من التعليم، قد يكون احد المشاكل اللي هي قصه الاميه. يعني لما اقول لحضرتك ان احنا في 2021 ونسبه الاميه بين بنات وستات مصر 31%، يعني ثلث بنات وستات مصر ما فيهوش غيرهم يكتبوا، ده رقم عادي. فبالتالي انا الست لازم ما يبقاش عندي اميه بين بنات وستات مصر، راس مصر. البنت اللي هتعلميها هي دي اللي هتشتغل، هي دي اللي سقف طموحها هيعلى، هي دي اللي قد يكون لما تتجوز جوزها يقول لها انا عاوز الطفل الثالث، تقول له انا مش فاضيه، انا عاوز اترقى في الشغل. انا بطلب من حضرتك يا دكتور عمرو، لانه انا شايفه ان الموضوع بصراحه محتاج يعني حلقه مش مداخله، لانه واكتر من حلقه، فانا بطلب من حضرتك ان احنا الاسبوع الجاي نعمل حلقه عن الموضوع ده، وبدعوك انك تنورني في 90 دقيقه ونعمل حلقه عن هذا الموضوع ان شاء الله. اشكرك جدا دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا.